عندي هنا بصله غادي ندير الزيت، ملحه قياس يعني خاصو يدير، الابزار غنشحر هادي حتى المهم ماشي الدبل كاع طيح بزاف غير شويش. دابا بس معاها قطعه حلوه قطعتها هكا درتي بدي، غادي نشحر مزيان مع البصيله حتى طيب لينا تماما، وديك الساعات غادي يمكن نبدا المكونات المتبقيه ان شاء الله. تجي زوينه الصراحه هاد الطبيله، غادي ندير ونبدا الفطور البيض البلدي. هي ما كان بس لا مالح حتى شي حاجه نهائيا، كنغطيها كنبقى مره مره نحركها صافي حتى كطيب البطاطا وديك البصيله. عندي هنا ثلاث البيضات غندير عليه غير قريصه تاع الملح، ديجا ندير الملح في البطاطا وديك البصيله ندير غير شويش غير باش يجي بنين ما يجيش يعني باسل، وشويه نتاع البزار من الاحسن بلا ما ديروا بزاف ديال التوابل العطريه، غير البزار والملحه كتجي بنينه الطورطيه، بالك كثرت الثومه ولا نو الاحسن غير هادو. وغنضيف له شويه ديال القزبر والمعدنوس، نطرب هادوك هاو درت شويه القزبر والمعدنوس. دابا غادي نديرو البطاطا، نهرقو البطاطا من الفوق، غنضيف غير بشويه نقبضوها هكا باش تجينا مقادة. الطبسيل أقلبته من الجهة الوجه يعني إلى وجه لاخر باش تحمر ليك حتى هو بحال هكا، شفتو كتجي غزاله وجه بزاف كتجي. وأصلا يعني هاد البطاطا الحلوة عرفتي غنية بزاف بالفيتامينات بالأخص فيتامين أو، عرفتي راه غزاله بزاف شفتو.